السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، ترأس اليوم سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بمقر رئاسة الجمهورية، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. أشرف اليوم رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش بالعاصمة على انطلاق فعالية الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، وذلك بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر وأعضاء من الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية ومدير الإعلام والإيصال والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعلام مادي وعدد من الباحثين والخبراء جزائريين ودوليين. وخلال كلمته الافتتاحية أكد رئيس المجلس الدستوري أن الرقابة الدستورية من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية، وأن الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعد خطوة جبارة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نصب إليها، وجاء بضمانات لاستئصال دابر الفساد وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. آل الرئيس عبد المجيد تبون على نفسه منذ توليه مقاليد الحكم مواصلة تجسيد مطالب الشعب حتى تم تحقيق أغلبها في سياق متكامل كان من أبرز سماته التعديل الدستوري الذي بادر به السيد الرئيس بعد مشاورات وسيعة كان للمجلس الدستوري شرف لإسهام فيها. فكان الدستور الجديد للبلاد خطوة جبارة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نصب إليها جميعا وإقامة صرح الديمقراطية الحقة ودولة القانون. فنيش أكد أيضا أن الدستور الجديد جاء لينص على استخلاف المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية التي ستواصل ضمان مهمة احترام الدستور. جاء الدستور الجديد لينص على استخلاف المجلس الدستوري بمحكمة دستورية ستواصل مهمة ضمان احترام الدستور مع تمتعها علاوة على ذلك بصلاحيات مقارنة بالمجلس الدستوري، ستؤهلها للعب دور محوري لا سيما فيما يتعلق بضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، مما يجعل بلدنا في منع عن أي أزمات سياسية محتملة قد تؤدي إلى شلل أو تعطل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية. تعلم المديرية العامة للجمارك أنه تم يوم أول أمس انعقاد أشغال الاجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والذي عقد افتراضيا عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. الاجتماع يندرج ضمن الاجتماعات الدورية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط التابعة للمنظمة العالمية للجمارك. الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس المنظمة العالمية للجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وبمشاركة الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك والمدراء العامين للجمارك للدول العربية الأعضاء، حيث سجل المدير
العام للجمارك الجزائرية قبل بداية أشغال الدورة سجل تدخلا عبر من خلاله عن الرفض القاطع للوفد الجزائري لمحتوى الوثائق المدرجة من طرف المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال إفريقيا ضمن أشغال الاجتماع، والتي تضمنت عددا من الخرائط غير الشرعية تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإقليم المغرب، وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة. طلب المدير العام للجمارك الجزائرية لرئيس الدولة السحب الفوري لهذه الخرائط، وكذا كل مستند أو وثيقة سواء كانت ورقية أو غير رقمية تفيد بضم إقليم الجمهورية العربية الصحراوية للمغرب. وخلافا لذلك فإن الوفد الجزائري سينسحب من الدورة. وأمام عدم تجاوب رئيس الدورة مع الوفد الجزائري متحججا بأن أشغال الاجتماع لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل من جهة، وتمسك ممثل المغرب بذات الادعاءات الباطلة التي تدعي صحة تلك الخرائط خلافا لكل قرارات وتوصيات الأمم المتحدة، قرر الوفد الجزائري برئاسة المدير العام للجمارك الانسحاب الفوري من أشغال الدورة، وأبلغ رسميا رئاسة الدورة بقرار الانسحاب. تنفيذاً للبرنامج السنوي لمديرية العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني، نظمت أمس زيارة إعلامية لفائدة وفد من الملحقين العسكريين المعتمدين بالجزائر إلى المؤسسة الوطنية للألبسة ولوازم النوم بالخروبة بالناحية العسكرية الأولى. الوفد العسكري استقبل من طرف المدير العام للمؤسسة، حيث قدم لهم عرضاً حول مهام هذه المؤسسة ذات الطابع الصناعي وما تحتويه من هياكل وسلاسل إنتاجية، ليطوف بعدها الوفد بمختلف الورشات ليقف على مراحل التصنيع داخل هذا القطب الصناعي الذي يساهم في ترقية النسيج الصناعي الوطني. هذا وأبدى الوفد إعجابه باحترافية عمال المؤسسة ومستوى التطور الذي عكسته جودة المنتوجات النسيجية والمواد المدمجة ووسائل الحماية الفردية والتمويه. ختام هذا الموجز الإخباري، استودعكم الله.